السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يا أهلا وسهلا بكم بدرس جديد على برنامج أدوبي بريمير برو. من الإضافات المميزة على برنامج أدوبي بريمير برو بيوتي بوكس، الإضافة راح تساعدك بشكل كبير في إضافة بلور ونعومة للبشرة لأي شخصية موجودة على الفيديو بشكل تلقائي بدون ما تعمل تراكينج للحركة وتراك للماسك وتتبع للحركة للأشخاص داخل برنامج أدوبي بريمير برو، لأنه هاي الحركة صارت قديمة وتأخذ منك مجهود ووقت طويل. صراحة بحثت عن البلاجن ما لقيت أحد شارح عن البلاجن هذا، موجود في قنوات أجنبية لكن بالمحتوى العربي غير موجود هذا البلاجن وغير مشروح، وهي إضافة راح تسهل عليك شغلك وتسهل عليك عملك بإضافة بلور من خلال عملية المونتاج للبشرة. طبعا رهيبة جدا، نلاحظ ان البلور كيف اضاف للنعومة للبشرة. لو اشغل الان قبل وبعد التأثير، لو طفي الان في بلو بوكس، لاحظ معي الان البشرة هذا الان قبل التعديل. لو اشغل البلور طبعا تقدر تتحكم فيها اكثر من كذا وتضيف لها اشياء كثيرة جدا، تضيف لك نعومة بشكل تلقائي وتتحكم في النعومة بشكل يدوي وتتحكم في كثافة النعومة ودرجة النعومة، وتعطيك تجانس للألوان، تختار ألوان البشرة فتعطيك تجانس من ضمن النعومة، تعطيك تجانس وتتحكم في تجانس الألوان وتشبع الألوان البشرة، ويعطيك ماسك بشكل تلقائي على الشخصية. لو روح أشوف الماسك الآن، شو ماسك، شوف الآن التأثير صاير على المنطقة البيضاء والمنطقة السوداء، مو موجود عليها تأثير البلور. كيف أثبتها وكيف أشغلها على برنامج أدوبي بريمير برو؟ تروح على وصف الفيديو تنزل البلاجين من الرابطة ترك لك إياه أسفل الفيديو بشكل مجاني، بعدها راح يفتح معك بهذه الطريقة، راح تفك الضغط عن البرنامج، راح تفك الضغط عن الإضافة. يطلب منك كلمة مرور من الواحد للثلاثة، تحط واحد اثنين ثلاثة، بعدها راح يفتح عندك، أنا موجود عندي بشكل تلقائي يقول لي موجود، راح يفتح عندك ملفين، الملف الأول هو الباسبورد، الملف الثاني هو الملف الخاص بالإضافة اللي هو بيوتي بوكس. مرتين عليها، أعطيه أوكي، انتظر شوية، أعطيه جو، راح يبدأ يثبتها. يشوف مع بعض راح يبدأ يثبتها في برامج أدوبي، لأنها راح تشتغل على برنامج أفتر إفكت وبرنامج أدوبي بريمير برو بشكل تلقائي، والبلاجن مجاني بشكل كامل. بإمكانك تنزله من أسفل الفيديو. الآن راح ينتهي عملية التثبيت، انتظر شوية، فينيش الآن انتهى. تمام، أنا أتوجه على برنامج أدوبي بريمير برو أو على برنامج أفتر إفكت، لأنها راح تشتغل على برنامجين. طيب الآن فتح معي برنامج أدوبي بريمير برو عشان أصل النتيجة وكيف اثبت البلاجن بعد ما ثبتته على برنامج أدوبي بريمير برو. وين الاقي؟ مباشره تروح على قائمه افكت، من افكت اذا موجود عندك تروح على هنا القائمه، تختار افكتس او تختار البانلز، يعني يظهر كل الادوات، تظهر عندك كل ادوات أدوبي بريمير برو من ضمنها افكت. تروح على قائمه افكت، تمام، انتظر شويه، روح على قائمه افكت، ابحث عن الاضافه بيوتي، مباشر بس تكتب أول ثلاث أحرف راح تظهر عندك بيوتي بوكس، تشيلها وترميها على الفيديو بشكل مباشر. تمام، تروح على قائمة إفكت كنترول، راح تظهر عندك خياراتها والإعدادات ولوحة التحكم الخاصة فيها على إفكت كنترول، نفس أي إفكت أو بلاجن أو إضافة على برنامج أدوبي بريمير برو أو على برنامج أفتر إفكت، هذه موجودة بيوتي بوكس. طيب الخيارات الموجودة والإعدادات الموجودة على الإضافة كيف راح أضبطها وكيف راح أقدر أشتغل عليها وإيش هي الإعدادات المناسبة لإضافة بيوتي بوكس؟ بسيطة جدا، إضافة عندها خيارات يدوية وعندها خيارات تلقائية، يعني بشكل تلقائي هي تقوم بعملية التنعيم للبشرة حسب نوع البشرة. طبعا هنا يعطيك مود خاص في البشرة، هنا بمجرد تنزل أسفل نهاية الإضافة تلاقي Analyze Frame، يعني هو راح يسوي لك بشكل تلقائي النعومة ويسوي لك الفريمات بشكل تلقائي بدون ما تشتغل أي شيء بيدك، هو بشكل تلقائي يحدد الأشياء تناسب الفيديو ويشتغل عليها. مباشرة اضغطها راح يبدأ يضيف نعومة بسيطة، ممكن تلاحظها ممكن ما تلاحظها، لاحظ شوف الآن أضاف لي نعومة بسيطة. لو راح أطفي الخيار عشان نلاحظها مع بعض النعومة، شوف معي راحت النعومة، يعني لو أعمل لو أعمل زوم على الفيديو راح تلاقي إنه النعومة موجودة. سكير شوية، كبر الفيديو، لاحظ معي. طيب أنا أروح الآن أطفي التأثير
عشان اشوف متى كم فعلا، يعني عشان اشوف كم يعني الاشياء اللي راح احتاجها للتأثير هذا التأثير طافي الان، شغله، لاحظ معي اضاف نعومة، لو نلاحظ مع بعض النعومة واضحة جدا، اطفي، لاحظ معي اشغل. طيب هذه النعومة بشكل تلقائي أضافها للبرنامج أو للفيديو بشكل تلقائي. أروح أتحكم في السموثينج بشكل يدوي وسكين مباشر، تقدر تروح تتحكم في كمية البلور والنعومة للبشرة من الخيار سموثينج، هذا خيار سموثينج، لاحظ معي لو أزيد سموثينج راح يبدأ يزيد سموثينج على البشرة، يفضل إنك ما تزيدها عشان إيش، ما يزيل لك الألوان وأضيف لك أشياء زي البكسل على بلور على العين وعلى الأشياء، مثل ما فتحة الأنف والعين راح يضيف لك عليها البلور، راح تكون واضحة البلور إنه في شيء مو طبيعي على البشرة. لو أروح الآن أحدد، قبل ما أحدد البلور أختار تجانس الألوان، يعني أي لون اللي أحب أختاره، أي لون أختاره، تحب تختار من الألوان اللي أنت تختارها أو تحب تختار من ألوان البشر، يفضل من ألوان البشر بشكل مباشر، أحدد على اللون الأكثر شيء تشوفه إنه يكون متجانس مع البشرة كلها. شوف لاحظ معايا راح يعطيك سطوع أكثر، وتقدر تتحكم في السطوع، بعدها تروح تتحكم في الهيو وسكين. السكين راح يعطيك أكثر نعومة للبشرة، قوة التأثير على البشرة، لو أزيده أكثر لاحظ معايا راح يبدأ يضيف لك نعومة ويخفي لك كل التجاعيد والأشياء الخاصة في البشرة. وهنا حطيته 84، أخففه شوية راح يعطيني أكثر نعومة وسلاسة. لو طفى التأثير الآن شوية، شوف الآن التأثير طافي، شوف عندي تجاعيد هنا وعندي هنا واضحة تأثير الإضاءة موجود على البشرة، أشغل راح يعطيني تجانس للبشرة مع بعض، شوف أعطاني تجانس ونعومة على البشرة بشكل سلس جدا، وتقدر تتحكم في تجانس الألوان، تزيد الألوان سطوعها الأماكن الداكنة، وتتحكم بس بالشارب اللي هو الحدة. الحدة تفيدك بشكل كبير في إظهار التفاصيل الفيديو، ما نحب نزيدها زيادة، لكن تعطيها 9%، لو زيدها زيادة شوف لاحظ يضيف لك بكسلة للفيديو ويضيف لك نويز للفيديو، خففها شوية عشان ايش، ما تأثر على الفيديو، خليها 10 ل 15% عشان نضيف لي حدة. لاحظ تظهر التفاصيل لمعان، هذا ما كان موجود قبل لمعان على النظارات، تمام. وفي أشياء كثيرة وإعدادات كثيرة عشان تشوف تشوف الماسك وين صاير تأثير الماسك، مباشرة تروح على شو ماسك، شوف الآن يعطيك اللون الأبيض هو التأثير اللي متطبق عليه أو الإفكت اللي متطبق عليه البلور هو اللون الأبيض، لاحظ معي مسوي الماسك على اللون الأبيض بشكل تلقائي، اللون الأسود والخلفية السوداء مو موجود عليها التأثير، هنا موجود تأثير خفيف عليها تقدر تزيله طبعا، تقدر تتحكم فيه. أغلب التأثير راح يكون على البشرة بشكل تلقائي، يقرأ البشرة والأشكال والأشخاص يبدأ يطبق على تأثير البلور عشان ايش، ما يخرب لك الفيديو ويخرب لك جودة الفيديو. لو اخفى الماسك لاحظ معي التأثير كان موجود على الفيديو، لو اعكس ان البلور مثلا احتاج ان البلور او النعومة تكون خلف الفيديو، مباشرة تروح على ماسك انفيرت، تضغط على ماسك انفيرت راح يعكس لك البلور يصير خلف الشخص مباشرة، تقدر تتحكم فيه، تقدر تستفيد من هذا الخيار انه تسوي بلور للخلفية اكثر من البشرة نفسها. كيف أزيد الخلفية بلور؟ تقدر تزيد البلور مباشرة من هنا، سموثينج، مو بلور سموثينج يعني يخفي لك الخلفية، لاحظ معي إذا زدت أكثر وإذا سكان راح يضيف لك للخلفية، واضح إن الخلفية مغبشة أو فيها زي البلور، لاحظ معي الحدة هنا لو أخففها خليها 0% أو طفيها نهائي، شوف موجود الآن ظهرت التفاصيل في الفيديو. لو أشغلها يسوي لك زي السموثينج على الخلفية، يعني بحيث إنه يخفي لك تفاصيل الخلفية ويظهر لك تفاصيل الشخصية، تقدر تستفيد من هذا الخيار بأشياء كثيرة صراحة، من ضمنها هي نعومة البشرة. أرجع على الخيار الأول اللي هو انفيرست، ألغيه، تمام، هاي صار التأثير وين على البشرة، شغل الآن، هاي مطفي من فوق، تمام. راح يصير التأثير وين صاير على البشرة، نزيد النسبة، نرجع نزيد النسبة من هنا، سموثينج،
هاي الطريقة الآن حصلنا على نعمل البشرة بشكل رهيب جدا بدون ما أعمل تراكينج، وأروح أجيب إفكت بلور وأعمل له ماسك، وبعدين أخذ الماسك هذا يتتبع الحركة، مرة يروح يمين مرة يروح يسار، فراح يكون يعني صراحة متعب جدا صراحة. هذا راح يتتبع لك الحركة بشكل تلقائي بشكل أوتوماتيكي بدون ما تعمل أي كي فريم للحركة، راح يساعدك بشكل كبير في مونتاج الفيديوهات وفي إضافة بلور للشخصيات الموجودة بالفيديو بشكل تلقائي، سواء على أدوبي بريمير برو أو على برنامج أفتر إفكت. وإذا عجبتك هذه المعلومة وعجبك هذا البلاجن وعجبتك الإضافة، لا تنسى تشاركه مع الأصدقاء ومع الأشخاص المهتمين في هذا المجال عشان ينتشر ويستفيد الجميع من هذا البلاجن، لأني صراحة بحثت عنه في المحتوى العربي ما لقيته، لكن لقيته في محتوى أجنبي مشروح. وأنا أضيف لك الآن رابط تنزيل هذا البلاجن بشكل مجاني من أسفل الفيديو، تقدر تشاركه مع أصدقائك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان ما يفوتك أي شيء جديد في القناة أو معلومات جديدة راح تستفيد منها. كان معكم مشعل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.